في ظل التصعيد الخطير بالمنطقة، تعثرت العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطيران. المخاوف دفعت شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة بالصراع، والذي ألقى بظلاله على الاقتصاد بشكل كبير. ونتائج هذه الأزمة بدأت تظهر تدريجياً، وعلقت العديد من شركات الطيران العالمية الرحلات إلى لبنان أو إسرائيل بنسب متفاوتة. وأعلنت تلك الشركات أنها ستتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والأردني وسط تفاقم الصراع المسلح في الشرق الأوسط. وعلقت أيضا رحلاتها الجوية من وإلى عمان وأربيل. ولم يؤثر إيقاف الطيران فقط على حركة السفر، بل تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لهذه الدول، خاصة وأن تلك المطارات كانت عقب الحركة وأصبحت شبه معكورة. وأثر تعليق الطيران بشكل مباشر على السياحة والتجارة، خاصة أن شركات الطيران تتكبد خسائر تقدر بملايين الدولارات يوميا، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على اقتصاديات هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على حركة السفر والنقل الجوي. ولا تؤثر التوترات الجيوسياسية فقط على الحاضر، بل قد تمتد أثرها على المدى الطويل. ففي إيران وإسرائيل ولبنان بدأ خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الاقتصاد قد يتضرر أكثر إذا استمرت الأزمة لفترة أطول، وتتزايد الأضرار الاقتصادية لتعليق الطيران يوما بعد يوم. وكل الأنظار تتجه الآن إلى الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة. فهل سيكون هناك انفراج قريب أم الخسائر ستتفاقم أكثر؟